في إطار مكافحة الغش وحماية المستهلك، وتزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، وأثناء تواجد أفراد الفريق الإقليمي للترك الوطني بوادي سلام بالطريق الوطني رقم 23 الرابط بين مدينة غريزان وتيارت، وبضبط المكان المسمى كاف الأزرق بلدية وادي سلام، وأثناء قيامهم بنقطة مراقبة تم توقيف شاحنة قادمة من مدينة تيارت. بعد مراقبة الوثائق الإدارية وتفتيشها تفتيشا دقيقا، تبين بأن سائق يحمل على متنها كمية معتبرة من مادة الخل نوع لوريزون قدرت ب 1930 قارورة. عند مراقبة هذه المادة عاينا بأنها منتهية الصلاحية بتاريخ سنة 2017، حيث عمد صاحبها بزيادة تاريخ صلاحية المنتوج إلى غاية سنة 2023 بوضع لاصقات ورقية صغيرة الحجم على تاريخ المنتوج. على الفور تم توقيف سائق الشاحنة وحجز السلعة. مواصلة للتحقيق تم التنقل إلى ولاية مجاورة، أين تم اكتشاف ورشة سرية لصناعة مادة الخل ومواد التنظيف بكل أنواعها. بالتنسيق مع مدير التجارة تم معاينة هذه السلعة، أين تبين بأن كذلك منتهية الصلاحية والتي كانت بصدد تسويقها عبر الولاية المجاورة. قدرت جميع المحجوزات ب 13390 قرار منتهية الصلاحية من مختلف المواد. تم تحرير محضر قضائي ضد صاحب الورشة والذي أرسل إلى الجهات القضائية، أين تم رفع الجناح التالية: جناح التحريف فواطير وهمية المطبقة على المؤسسة التجارية، جناح ممارسة نشاط تجاري قار خارج مضمون السجل التجاري، جناح عدم تعديل بيانات مستخدم السجل التجاري تبع للتغييرات الطارئة على الوضعية أو الحالة القانونية للتاجر، جناح تقليد العلامات، مخالفة عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، جناح محاولة خداع المستهلك حول تاريخ صناعة المنتوج، جناح استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على ترخيص. المحجوزات تم إتلافها تبع لتعليمات النيابة المختصة. يبقى الرقم الأخضر 10-55 وموقع الشكوى المسبقة في بيجيان بخدمة المواطن 24 ساعة على 24 ساعة.